بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكرك بعدا على الحضور ديالكم مع الزنقة 20، على العناء ديال الطريق اللي جيتي اخويا وتكرفتي وجيتي لنا. انا كنت نشتغل في هذه المؤسسه هذه كحارس امن خاص داخل ديال المؤسسه، تابع للمؤسسه ماشي الشركه، من 2016 حتى 2019 كنت تندير التور ديالي كالعاده، اللي هو تور روتيني ديال يومي، على تنفتش على الحرائق وسميتو لي فويت وداكشي. لقيت واحد جاي مشعل ديال العافيه، مشيت باش نشوف شنو كاين تما، لقيتو فيه فوق طالع عليا غبره، ما ضربش الديكتور سونترال والضو طافي، ظلام داميس في السوسول اللي طالع الباتيمون الفوق. ملي طلعت باش نشوف الديكتور واش يقرا ديال الضو الاولاني ما قرانيش، طلعت للثاني باش نشوف واش يقرا ما قرانيش، نزلت باش ندير رابور ديالي ونعيط التكنيك يصاوبو الضو، تفتلت لي رجل ديالي طاحت، خرج التكنيك تيجري لواحد لوكال قال لي داكشي باش ما كاين، قلت له الله يرحم باك جري جيب لي سميتو الثلج. مشى جاب لي الثلج بالفعل هذاك السيد في البلاصه، مشى جاب لي الثلج. قلت له عافاك راه تنعيط للشاف راه ما كيجاوبنيش في الراديو مع السوسول، سير لي البوست علمهم. مشى للبوست بالفعل علمهم، ما باقاش رجع عندي هو، ولكن في البلاصه جا عندي شي 10 دقائق، جا عندي الشاف ديكيب ديالي اللي ما كيديرش تدخلات، اول تدخل كيديروا معايا انايا. مشى جاب هذيك، مشى جاب لي سميتو شي زغولون، هو واحد الفرمليه كرسي متحرك، هزوني في الكرسي المتحرك وداوني من الباتيمون تمايا حتى الانفيرموري ديال لوتيل. والناس هذيك وقيته ديال الغدا شي كلها تيقول لي هادشي لاباس عليك ما يكون باس، ما المشكل هو ملي بقيت انا في الانفيرموري تمايا. قالت لهم يوسف يتكلف، هذاك الممرض الرئيسي ما كانش ديك الساعه، بقينا كنتسناو حتى الربع ونص عاد دخل، جا حط عليا يدي بحال هكا بعد ما تمشى لعندهم، حتى ليا يدي على رجليا، قال لي ما يكون باس عندك، راه ما عندك شي حاجه اللي كراف باش نعيط للومبيلونس. قلت له علاه انت عندك يدك فيها السكانير باش تقول لي ما عندك شي حاجه؟ قلت له عيط لي اخويا للومبيلونس. قال لي سير عندها هي، راه هي اللي قالت لي هكاك. مشيت لعندها هي قالت لي غدا تكون ان شاء الله بخير وعلى خير وجي البوست ديالك. قلت لها جي هضرتك؟ قال لي هي هضرتي. الروليف اللي بغى يدخل مع ثلاثه راه دخل الكاميرا البوست كاميرات وشاف الفيلم كله، وراه دار الشهاده ديالو قبل ما يخرج بعام. دابا اللي كنطالب انا وقع لي اهمال، والاهمال دار لي تفاقم ضرر، ضربني السكر بعد ما كنت سبورتيف وديت بطوله دوليه، وهما اللي خلصوا لي البي وبطوله فاسميتها، كنت غادي للبرازيل فهمتي اخويا. انا وقع لي اهمال، وهذا الاهمال فيه ضرر، وفي الضرر دار تفاقم ضرر. دابا سته ديال الطبه مع من تبعانا وتشركات لي عينيا بالشبكه ديال السكر، وعندي الاعصاب وترتق لي الماء ديال هنايا ديال سميتو ديال هادو ديال الفقرات، وهذاك الاهمال ديالها هو اللي وصلني لهذ الحاله. انا دابا حاليا من 2019 كنتسلف باش نداوي، دابا راه خرج لي واحد ليريم ديال الرجل وليريم ديال الركبه وتخطيط الكهربائي من شهر 11، عطاه لي الطبيب راه ثالث شهر 12 عندي الرونديفو، ها هو شهر 12 اللي باقي بغا يجي، ها هو نهار 19 فيه. والناس هذيك وقيته ديال الغدا شي كلها تيقول لي هادشي لاباس عليك ما يكون باس، ما هادي دخلوني للانفيرموري لداخل، حطوا الكروسه مشاو تيجريو يعيطوا لسميتها لمديرة الموارد البشريه. جات عندي مديرة الموارد البشريه دايره يجيها بحال هكا، يجي على جنابها وتتغوت عليا، قالت لي مالك اش وقع عليك اش وقع على هذا؟ قلت لها هذا راه عنده سميه وعنده اسم وعنده رقم. قالت لي اش وقع عليك؟ قلت لها مشيت راه تندير التور ديالي كما القاعده، وقع لي واحد المشكل فو موفمون وتفتلت لي رجليا في الباتيمون. قالت لي جداك انت الباتيمون؟ قلت لها وكان عليك تقول لي اش دخلك للوتيل وما اش واش داري للباتيمون، راه المهمه ديالتي هذيك. المهم قالت لي وي تقول لي اش ما عطاكش الكونسين؟ قلت لها ديال اش الكونسين؟ هو يدير الشاف هاك واحد راسو. قلت لها اش من كونسين بتعطيني؟ قالت لي تبقى في بوست كاميرا ما تخرجش، لان انا نهار جوج كتبت واحد الرابور بثلاثه الناس، هي وقيلة ما عطاش شنو، علاش ما عرفتش انا لحد الساعه، بغيت نعرف علاش طارت هذيك الطوره في الناس، لان كتبت الرابور هذاك النهار عندي الشيف ديال 11 الليل 7 ديال الصباح، كتبت الرابور مع 6 الصباح، خرجت في حالتي، جات لعندهم ملي دخلت مع تسعود، جات لعندهم تتغوت عليهم تما، قالت لهم هذا ما باقيش يخرج من بوست كاميرا، ما عرفتش علاش، ما عرفتش علاش درت هكاك. انا ما عرفتش علاش لحد الان عندي سؤال، علاش هاد السيده ملي كتبت انا الرابور هي ضرها راسها؟ لوتيل هو فندق سميتو المنصور الذهبي موفون بيك، هو لوتيل اللي فاش خدام انا فاش كنت نشتغل. لحد الان دروك راني قاعد مثلا الطبيب فاش نمشي عنده تيقول لي جيب لي ليريم ما عنديش باش نديرو، سميتو ديال الطبيبه ديال السكر الله يجازيها بخير، وحده في كيليز هي اللي مسكينه تبعتني واحد 8 شهور الله يجازيها بخير، وصيفطتني للسبيطار ديال عطاتني واحد الرساله وسجدوني نعست في محمد السادس قبل العيد بسيمانه عاد خرجت. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عبد الرحيم العيون المطاشير كاتب الوطني النقابه الوطنيه للقرص على الخاص، الاخ ديالنا مصطفى المنداني الرياضي وحارس امن خاص تواصل معنا. وقعت لي حادثه الشغل في 2019، كنحملوا هذاك
المسطرة ما تعيطك لا بلاص ما تعيطك البوليس بعدا بقى هو أربعة السوايع اللي تيتحمل المسؤولية هي رئيسة الموارد البشرية لأنه هو عنده لميتيات وتيقطعوا ليه وما عيطاتش ما دارش الإجراءات نتاع حادثة الشغل. هاد الإهمال وقع به مجموعة من الأضرار لأنه تيعاني من 2019 حنايا خمس شهور داروا ليه الترتاع السوفي. هذاك الترتاع السوفي لأن القانون ما تيديرناش لأن عندنا الحق في عامنا دخلنا للمحكمة راه المحكمة اللي غادي تكون في الترتاع السوفي ديالو ولكن حديث الشغل باقي هو تيعاني عنده الحق خمس سنين تنتسناو يتمكن الشفاء عاد من بعد يدخل القضاء. قلنا غادي نديرو كنقابة مراسلة درناها عن طريق مفتشية الشغل أكثر من ستة المراسلات باش عاد نديرو واحد الصلح بين الإدارة نتاع تلوتيل وبين السي مصطفى الملتاني ويتحملوا الصوائر المادية ديالها. الناس رفضوا يقعدوا معانا منين رفضوا راسلنا الولاية على أساس اتخذنا واحد الإجراء بأنه غادي يدير واحد وقفة اعتجاجية واعتصام لمدة يومين من 12 البارح راه هو هنايا. قبل ما نديروا الاعتصام عيطوا لينا بغيو يتحاوروا معانا ولكن ما جاوش. عيط لي